بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، والتي تقطن في قرية في شمال ألمانيا. أختنا عرضنا جزءا لها من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم التوجيه شيخ صالح، بما توصونها وهي تعيش في تلك القرية بين المسلمين من أجل الدراسة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نوصي جميع المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على أداء الواجبات، تجنب المحرمات، ومن كان منهم في بلاد الكفر فعليه أن يتقي الله وأن يبادر بالرجوع إلى بلاد المسلمين، ولا تجوز له الإقامة في بلاد الكفر إلا للضرورة مع إظهار دينه، بأن يدعو إلى الله ويظهر دينه. وهذه المرأة عليها أن تحافظ على دينها وعلى عفتها وكرامتها، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي، وتتجنب مواضع الفتن، ولا تقيم في بلاد الكفر إلا بقدر الضرورة مع إظهارها لدينها وتمسكها بعقيدتها، والمبادرة بالرجوع إلى بلاد المسلمين. وعليها المبادرة بالزواج، أن تتزوج زوجا صالحا مسلما يعفها ويصونها ويحفظ كرامتها، وذلك خير لها من الدراسة. إذا حصلت على زوج صالح فإن ذلك خير لها من الدراسة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وقد ذكرت في رسالتها شيخ صالح موضوع الكسر الذي تعرضت له في إحدى فقرات الظهر، وتفضلتم وأجبتموها آنذاك. تسأل الآن شيخ صالح، تقول إنها كانت تصلي السنة قبل الحادث، لكن بعد ما مرضت وحصل لها الحادث أصبحت لا تصليها، فما الحكم؟ تصليها على حسب حالها، الحمد لله، تصليها على حسب حالها، وإن كانت تشق عليها فإنها تكتفي بالفريضة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين، يقول المرسل أحمد سودان، يسأل ويقول: لي صديق كثير الحلف بالطلاق وهو ليس متزوج، هل عليه شيء؟ لا يجوز للإنسان أن يعود لسانه الحلف بالطلاق حتى ولو لم يكن متزوجا، عليه أن يحلف بالله إذا احتاج إلى الحلف، يحلف بالله إذا احتاج إلى الحلف. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، ولا يعود نفسه هذا الله، لأنه ربما إذا تزوج استمر على هذه العادة وهي الحلف بالطلاق، يسبب له ذلك حرجا مع زوجته، وربما يقع عليها الطلاق، وربما تبين منه بسبب تساهله في هذا الأمر. هذا أمر خطير، يحفظ الإنسان لسانه من الترفل بالطلاق إلا عند الحاجة إليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ليس عليه الحال الآن إلا أن يقلع عن هذه العادة. نعم، ولا تأثير للطلاق لأنه ليس له محل، الحمد لله، ليس له زوجة، الحمد لله، لكن لا يعود لسانه هذا اللفظ. طيب، إذا فاتتني صلاة العصر ووجدت جماعة يصلون المغرب، هل أصلي معهم بنية العصر أم بنية المغرب؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من صلاة العصر أولا، والأحسن أن تصليها
وحدك أو مع جماعة مثلك فاتتهم صلاة العصر، فإن لم تجد فصلي العصر وحدك ثم تدخل مع الجماعة فيما بقي من صلاة المغرب بعد الفراغ من صلاة العصر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لي أن أصلي خلف شخص لم يتوضأ في كل وقت وإنما يتيمم بدون عذر؟ لا يجوز لك أن تصلي خلف وصلاته باطلة، وإذا تعمد ذلك فإن عليه خطر من الرد. لأن بعض العلماء يرى أن من صلى من غير وضوء ولا عذر له أنه يكون مرتد، لأنه مستهتر بالأحكام الشرعية، مستهترا بالصلاة، فالخطر شديد. هذا يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وأن يقضي الصلوات التي صلىها بغير وضوء لأنها غير صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أم عبد الرحمن من مكة المكرمة تسأل وتقول: إنني من سكان مكة المكرمة وسمعت بعض الناس يقولون إن سكان مكة ليس عليهم طواف قدوم في الحج إلا على القادمين من خارج مكة، هل هذا صحيح؟ افتوني مأجورين. جزاكم الله خيرا علما بأني أريد الحج. نعم هذا صحيح، ما شاء الله. طواف القدوم إنما يكون للقادم من خارج مكة، وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج ويذهبون إلى عرفة، ما شاء الله، يذهبون إلى منى وفي اليوم الثامن يذهبون إلى عرفة من غير أن يطوفوا بالبيت إلا بعد أن ينزلوا من مزدلفة، فإنه يبدأ في حقهم طواف الإفاضة. طيب. نعم. شيخ صالح، لعله من المناسب أن نسأل فضيلتكم عن الأحكام التي يختص بها أهل مكة عن غيرهم، كهذا الحكم الذي قد يجهله كثير من الناس، وكذلك عن العمرة وعن طواف الوداع. جزاكم الله خيرا. مثل ما ذكرنا أنه ليس له في حقهم طواف قدوم. طيب. وليس عليهم طواف وداع، ما شاء الله، إنما طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة بعد الحج. واختلف العلماء هل تجب عليهم العمرة عمرة الإسلام أو لا تجب، من يرى وجوبها عليهم، ولكن من أراد أن يعتمر منهم فإنه لا يحرم من نفس مكة وإنما يخرج إلى الحل، فيحرم من الحل بالعمرة. ومن العلماء من يرى أنهم ليس عليهم عمرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يراد بمكة ما دون الحل أو ما لحق أيضا بمكة وإن كان خارج حدود الحرم؟ المراد بمكة أو المراد بأهل مكة ما كان دون الحل أو حتى وإن كان خارج الحل إنما هو متصل بمكة. إذا كان البنيان متصلا فإنه يكون من أهل مكة ولو كان خارج الحرم. أما إذا لم يكن البنيان متصلا فإن المكية هو من يسكن في داخل الحرم، في داخل الأميال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول المرسل علي عن رأي يسأل ويقول: أمي كبيرة في السن تبلغ 67 عاما وتريد أن تقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم، حيث أنني أعمل في بلد عربي ولم أستطع أن أسافر معها. أمي كبيرة في السن وعمرها 67 عاما وتريد أن تقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم، حيث أنني أعمل في بلد عربي ولم أستطع أن أسافر معها، هل تصح حجتها علما بأنها سوف تذهب مع مجموعة من النساء؟ أولا بقي من الأحكام المختصة بأهل مكة السؤال الذي قول هذا أن من تمتع منهم بالحج أو قرن بين الحج والعمرة فليس عليه فدية لأنه من حاضر المسجد الحرام. وأما هذا السؤال وهو أن والدتك تريد الحج وليس عندها محرم وأنت تقيم في بلد آخر، فهل يجوز لها أن تحج مع مجموعة من النساء؟ الجواب لا، لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذي محرم، وفي رواية أن تسافر بدون ذكر اليومين إلا ومعها ذي محرم. وأراد رجل أن يخرج مع الغزو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته تريد الحج، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، فما دامت لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها مباشرة الحج، وإنما تنتظر إلى أن يتوفر لها المحرم، وإن تمكنت من الذهاب والحج معها فهذا من البر بها ومن إعانتها على البر والتقوى، فعليك أن تحاول أن تذهب وتحج مع والدتك، أن هذا من البر بالوالدة ومن الإعانة على أداء الواجب، وأنت على خير كثير في ذلك إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يتساهل الناس كثيرا في هذا الموضوع شيخ صالح، فتسافر المرأة من بلد إلى بلد بدون محرم، وربما كانت شابة، وربما تعرضت لبعض المواقف التي لا تستغني فيها عن الرجل، وبعض الناس يسفر مع المرأة أطفالها أو ما هم دون التمييز ويعتقد أن ذلك كاف. هل من توجيه شيخ صالح؟ هذا حرام ومعصية لله ولرسوله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل معناه يحرم. نعم نعم. ووصفها بأن تؤمن بالله واليوم الآخر، فدل على أن التي تسافر بغير محرم أن إيمانها ناقص لأنها فعلت محرما، وعوائد الناس وكلام الناس لا تبنى عليه الأحكام الشرعية، وإنما تبنى على الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد دل الدليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع في محرم للحج أو لغيره، وأن جماعة النساء لسنا محرما، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ويكون بالغا عاقلا، هذا هو المحرم. أما الأطفال ومن هم دون البلوغ فهؤلاء لا يصبحون للمحرمية، وكون الناس اعتادوا هذا الشيء أو تساهلوا فيه هذا لا يصور فعل المحرم. فإن المرأة التي تسافر من غير محرم إما لجهلها أو جهل وليها بذلك، وإما لتساهلهم الأحكام الشرعية، وكلا الأمرين لا يحتج به ولا يجوز الاستمرار عليه. واجب على المؤمن أن يتقي الله في نفسه ولا ينظر إلى أقوال الناس وترخصاتهم أو إلى فتاوى المفتين إذا كانت مبنية على غير دليل فلا يعمل بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ابتلي الناس في الآونة الأخيرة بالخادمات شيخ صالح، ويأتي بطبيعة الحال في معظم الأحوال بدون محرم، ثم إن المستقبل لهذه الخادمة يسافر به ويغدو ويروح وليس معها محرم، ما هو توجيهكم؟ هذا لمحذوران بل محاذير. المحذور الأول استقدامها بدون محرم وهذا حرام، والمحذور الثاني خلوته بها سفره بها كأنها من بناته أو من زوجاته أو من محارمه، وهذا لا يجوز لأنه امرأة أجنبية، لا يجوز أن يسافر بها وليس محرما لها، ولا يجوز له أن يخلو بها. المحذور الثالث هو قد تكون هذه الخادمة كافرة أو متسمية بالإسلام ومتساهلة في دينها أو عرضها، ويترتب على ذلك الفتنة منها وبها، ربما تؤثر على بناته وعلى نسائه، وربما يتعلق بها الفساق ويعملون معها الفواحش، ويكون ذلك تحت كفالته وتحت استقدامه لها، فيكون شريكا في الإثم والعياذ بالله. الحاصل أن مسألة الخدمات مسألة خطرة جدا، الواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الخطير الذي تساهل فيه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع فيقول: تطوع شخص بأن يقوم بتكاليف مصاريف الحج لشخص آخر، علما بأن ذلكم الشخص لم يطلب منه هذا التبرع، إذا قبل ذلكم التبرع هل حجه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس به، وكونه يحج من ماله إذا كان يستطيع، كونه يحج من ماله وينفق من ماله هذا أفضل له، لكن لو حج من مال غيره قابت نفسه غير بذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: السائل خاء المالكي يسأل ويقول: هل يجوز للشخص أن يتزوج من ابنة ولد العم؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، أن يتزوج من بنت العم أو من حفيدات ابن العم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي شروط الفدية في الحج؟ وهل تجزي إذا تركت للطير؟ شروط الفدية في الحج مثل شروط الأضحية، تكون سليمة من العيوب، وأن تكون بالسم المجزي وهي جذع الظأن الذي تم له 6 أشهر، أو ثني من سوى الظأن وهو من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، هذه هي السم المجزية. وأن تكون سليمة من المرض، سليمة من العرج، سليمة من العور، و
أن تكون طيبة اللحم، ليست هزيلة لا تلقي، لابد من سلامتها من هذه العيوب. جزاكم الله خير إليكم. وأما أنه يذبحها ويتركها للطير فهذا لا يجوز، إنما يذبحها عند المحتاجين ويتركها لهم أو يوزعها عليهم، هذا أفضل. وأيضا يأكل منها، السنة أن يأكل منها لقوله تعالى فكلوا منها، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه التي أهداها في حجة الوداع، فالأكل منها سنة. توزيعها على الفقراء والمحتاجين هذا أيضا متعين، أو تركها لهم يأخذونها ويتوازعونها، أما إهدارها وتركها لا يستفاد منها فهذا لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بلغ عدد الحجاج في السنين الأخيرة الملايين، وبالتالي كثر عدد الذبائح، من هو ما هو أضحية، ومن هو ما هو فدية، ومن هو ما هو هدي، وحينئذ كثر الاستغناء أو زاد الاستغناء عن هذه الذبائح. هل هناك من حرج فيما ما أخر الإنسان فديته عن أيام الحج؟ أيام الذبح محدودة زي يوم العيد وثلاثة أيام بعده إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، هذا كله وقت للذبح. لا يتعين أن يذبحها في منى، فلو ذبحها في أي احتجاج مكة أو في مكة نفسها وزعها على الفقراء هناك فهذا شيء طيب. وأيضا له متعين أن يذبحها في يوم العيد، أو ذبحها في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، فذلك كله موسع ولله الحمد. فله أن يؤخرها عن بقائه في منى الحادي عشر والثاني عشر إلى أن ينزل في اليوم الثالث عشر ويذبحها في مكة، يوزعها على الفقراء في مكة، وسيجد لها من يأخذها من الفقراء. وأيضا في الآونة الأخيرة لما وجد المشروع، مشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الهدي فإنه لو قدم النقود إلى هذا المشروع ووكلهم في ذبح هديه والعناية بلحمه وتوزيعه على المحتاجين أجزأه ذلك، ولكن كونه هو يباشر ذبح هديه ويوزعه أحسن وأتم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن الصيد محرم في رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم؟ وما معنى قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ هل يعني الإحرام إحرام الحج والعمرة، أم يعني شيئا آخر؟ جزاكم الله خيرا. الصيد حلال ولله الحمد، ولكن يحرم في الحرم، يحرم في الحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، فالصيد في الحرم أو ما كان داخل الأميال حرام للمحرم ولغير المحرم، وفي أيام الحج وفي غير أيام الحج دائما وأبدا لا يجوز الصيد في الحرم، وكذلك لا يجوز الصيد للمحرم ولو كان خارج الحرم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله وإذا حللتم فاصطادوا، يعني في غير الحرم. فلا يجوز الصيد في حالتين، حالة ما إذا كان الإنسان في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، وحالة ما إذا كان الإنسان محرما سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. ومع ذلك فالصيد حلال، وجميع الشهور يحل فيها الصيد، الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم، رجب وغير رجب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لم يخرج من الأضحية شيئا هل يأثم؟ لا يأثم، لكن يكون تاركا للسنة، لأن الأفضل أن يخرج منها الثلث يتصدق به على الفقراء، والثلث الثاني يهديه إلى جيرانه وأقاربه وأصدقائه، والثلث يأكله، يعني يقسمها ثلاثة أثلاث، ثلثا يأكله هو وأهل بيته، وثلثا يهديه لأقاربه وأصدقائه وجيرانه، وثلث تصدق به على الفقراء. إلا لو أكلها كلها أجزأت، لكنها خلاف الأفضل وخلاف السنة. وبعض الفقهاء يقول لا بد أن يخرج منها شيئا ولو يسيرا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يغالي بعض الناس شيخ صالح في الأضحية، ولا سيما إذا كانت مما يسمونه بسبالة، فيشتري الأضحية بمبالغ قد تصل إلى الألف أو أكثر، هل من توجيه حفظكم الله؟ الأضحية هي تختلف قيمتها باختلاف السعر في أيامها، ولكن الغالات والمبالغة لا تنبغي، وإنما يحرص على المجزي والنافع، فما كان أوفر لحم وأطيب فإنه أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل على الفقير أضحية؟
قال الفقهاء يستحب له أن يستدين لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، لو استدان وضحى لكان خيرا، وليس ذلك بلازم، حتى الغني لا تجب عليه الضحية على الصحيح وإنما هي سنة مؤكدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صلاة الضحى سرا أم جهرا؟ وهل هي سنة مؤكدة أم أنها من النوافل؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة مؤكدة وتكون سرية لا يجهر فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الفرق، هذا السؤال أيضا للأخ المستمع أحمد محسن الجهني، ما الفرق بين السنة المؤكدة والسنة أو النافلة؟ السنة المؤكدة هي التي يحرص على فعلها ويتأكد فعلها، مثل الوتر، مثل ركعتي الفجر، والسنن الرواتب، تحية المسجد، هذه سنن، وصلاة الضحى، صلاة الليل، هذه سنن مؤكدة. لأن السنن المطلقة هي سائر السنن التي إن فعلها فله أجر وإن تركها فلا حرج عليه. نعم. السنن المؤكدة من تركها شيخ صالح هل يأثم؟ لا يأثم. الحمد لله. ضابط السنة يعني المستحب ضابطه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية مستمعة رمزت باسمها بالحروف ميم ألف تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تصلي، هل يجوز أن تقول صلى الله عليه وسلم ولو سرا دون التلفظ بذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا مر ذكره في القراءة، قراءة القرآن، يصلي عليه سرا، وإن جهر فلا بأس. أما إذا سمع ذكره من واحد خارج عن الصلاة فلا يستحب له أن يصلي عليه وهو في الصلاة، إنما يصلي عليه إذا كان خارج الصلاة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسمع القرآن من المذياع وهي تصلي لئلا يشغلها الشيطان بأمور الدنيا؟ لا، هذا لا ينبغي، يكره أن تستمع إلى المذياع وهي تصلي لأنه يشوش عليها صلاتها، وتقبل على صلاتها وتقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ولا تستمع إلى المذياع، فتقفله إلى أن تفرغ من الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.